السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. درنا واحد الرحلة لتقرقاشت بالشوحية. هذا تقرقاشت منطقة سياحية بامتياز، وبغيت نكتشفها معكم. ابقوا معنا حتى الآخر الفيديو. تقرقاشت هي منطقة توجد قرب دوار أولاد المدي اللي تابعين أولاد علي الشباب بالشوحية، والطريق اللي تدي لها سهل، ما عليك غير تشد الطريق الشوحية مشرح مادي الى راك جاي من اكليم ولا من بركان، ثم تشد الطريق اللي تدي لولاد المهدي، البلاكه موجوده على الطريق. مشيت مع سي امين المقدمي، هو اللي ورالي الطريق، ومن هذا المنبر كنشكرو بزاف وكنتمنى له التوفيق في الحياه ديالو. مرحبا بكم في تقرقاشت الشوحية. انتم جاي مع العائله ديالكم، راه تكرفسوا شويه مع الطريق، ولكن الا جيتو بيناتكم هكا الاصدقاء راه ما كان مشكله، غادي تمشاو وكتستحق الزياره. تجيو ديروا لنا الطاجين الشوايه، راه اي حاجه بغيتوها زعما تفوت واحد الرحله مبرعه على مسي. هذه هي قناة الري اللي كتزود مدينة بركان بالماء الصالح للشرب، وكتفوت على منطقة تقرقاشت. حاليا ما كتجريش بالماء بسبب الجفاف. واخيرا وصلنا الى تقرقاشت. هذا الطريق هي اخر المسار اللي كتدي لتقرقاشت، ثم بدينا نتمشاو على الرجلين باش نكتشفوا المنطقه ونتمتعوا بالمناظر الخلابه، وخاصه نهر ملويه اللي كيعطي واحد الرونق واحد الجمال لهذه المنطقه. ابقوا معنا باش نتمتعوا بالمناظر الخلابه اللي كتسخر بها تقرقاشت. وتحياتي لكم جميعا ايها المشاهدين والمشاهدات. روعة ديال المنظر، صخور تقول هذه راه اهرامات. طريق شت طريق ادغال بحال راك في الامازون. ما كاينش هنايا مرحمين، خصك تكون هنايا رحاله. والله لا رحاله، شت حنا بين الادغال. ها هو امين، ها هو طوع. تبارك الله عليك. هو شت منين غادي نطلعوا؟ نطلعوا من هنا. هذه هي الطريق. شوف اخويا، شوف كي داير هنا الدعوه، خاصك تكون هنايا، تكون واعر، تكون واعر باش تجي لهذ المنطقه تاع قرقاشت. والله لهذا النهار زعما الصراحه النهار حي بالنسبه لي انا، حي شت هذه المنطقه، حتى واحد ما كيعرفها زعما الصراحه، غير اللي ساكنين في المنطقه، مع انها هي قديمه بزاف. شت كي داير هذا مسبح، شتها اش كي داير؟ لو كان شويه صيف لو كان شتا، شت الماء مسبح. ها شت كي داير هنا. ها شت الحوت.
حنا تبعنا هذا الواد اللي فيه العيل اللي صورته قبيلات حتى تلاقينا بهذه القنطره ديال قناه الري اللي كتعرفوا جميع اللي كتفوت على تريفه وعلى بوغريبه وعلى تريفه على الشوحيه تري بوغريبه وتريفه وكيشربوا بها ناس بركان. شوفوا كي دايره القنطره. هذه القنطره تبنات سنه 1954، هذه من مخلفات الاستعمار الفرنسي. شوفوا مازال باقيه عاد تشد راسها. شوفوا وصلنا اخيرا لقنطره تاع قرقاش. هذه القنطره ديال ملوي ديال الساقيه الكبيره اخيرا. واو اخيرا. ولكن دائما خصكم تعرفوا بلي الماء والو خاوية. وصلنا للقنطرة. بلاوه كي دايروا والله لا يمكن كاين يدور هنايا هنايا يمكن الكياس كاين هنا كي بيت حاير صافي شت كي داير هاد الفرنساويين شتها.